السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي نبهان. في هذا المقطع الفيديو رح نحكي عن امتحان اليوز الخاص بجامعة قسطامونو، تمام؟ ورح نحكي عن كيفية تجريب جامعة قسطامونو إن كان لامتحان اليوز أو إن كان الجامعة مع الجامعات اللي بتعترف بامتحانها، بالإضافة لمراكز الامتحان، تاريخ الامتحان، بالإضافة للأجور اللي الرسوم الدراسية بالجامعة بالنسبة للطلاب الأجانب. طبعا المعلومات اللي حكيتها كلها مختصرة بهي الروابط، تمام؟ هلا بنفتح أول شيء اللي هو مراكز الامتحان، تمام؟ مكان الامتحان وتاريخ الامتحان موجود بأذربيجان والمغرب، العراق وهي الدولة، وقزغستان وكرغستان وعدة دول، تمام؟ من بيناتهم تركيا. بتركيا في راح يكون بمدينة اسطنبول، تمام؟ امتحانين، امتحان ب3/5 الساعة 10 وامتحان ب3/5 الساعة 2، ورح يكون بمدينة قسطامونو بتاريخ 10/5 الساعة 3، تمام؟ في كمان بفرنسا ورومانيا وأوكرانيا، تمام؟ طبعا الامتحانات حسب كل دولة إلى تاريخ شكل لهيك تواريخ هيك. هي أول نقطة. النقطة الثانية، أول شيء هون تصديق إذن من برسلر، يعني الجامعات اللي بتعترف بهذا الامتحان، تمام؟ يعني الجامعات اللي بإمكانكم تسجلوا عليها من خلال هذا الامتحان اليوز اللي هو بيزيد من نسبة قبولكم عندكم هاي الجامعات، واحد من واحد نزل لتحت لعند 76، يعني هذا الامتحان مقبول ب 76 جامعة تركية، تمام؟ من بيناتهم حكومية ومن بيناتهم خاصة. هلأ هون التصديق اتميان ونبرسلر. هلا هدول الجامعات على طرف اليمين المذكورة ساميون لعن جامعة مرسين، تمام؟ ما بتعترف بهذا الامتحان، يعني اذا انت معك هذا الامتحان اي جامعات على هذا الطرف ما بتحسن تسجل فيهم من خلال هذا الامتحان. هلا بعد هيك هذا الجدول بيشرح لنا تكاليف الرسوم الفصلية للجامعة. إن كان كلية التعليم بالفصل بيدفع الطالب 852 ليرة تركي، بيدفعها بيدفعها بالسنة. يعني أنا إذا بدي أخذ أي فرع تابع لكلية التعليم، أنا سنويا، تمام، بدفع 852 ليرة تركي، فأنتوا حسبوها على العملة الخاصة فيكم. هلأ إذا كان التعليم تبعه بيرنجي ورتم، إذا كان التعليم صباحي، إذا كان التعليم الجامعي للطالب مسائي، تمام، فالطالب بيدفع 3081 ليرة تركي. طبعا مثلا كلية الشريعة اللي هي فاكولتس هاي الأجور، مثلا كلية التواصل، كليات الهندسة، يعني كليات الهندسة الغابات، كلية الإنتاج الماء، كلية السياحة، كليات الطبية، الطب البشري بيدفع الطالب تبع التعليم الصباحي 1773 ليرة تركي، إذا كان تعليمه مسائي بيدفع 9000 تركي مع 174 ليرة تركي، تمام؟ يعني هي الأجور كلها موضحة، التعليم الصباحي، التعليم المسائي، الأجور بالسنة، تمام؟ هي للطلاب الأجانب طبعا عدا السوريين. بالنسبة لدراسة تومر بتكون لطلاب، يعني إذا أنت قبلت بهي الجامعة بتدفع أجور التومر 2000، طلاب مالهم بجامعة مالهم مقبول فيها بيدفعوا 2500، دراسة التومر فيها كتير رخيصة. هلا بعد هيك هذا الملف بيشرح المعلومات للتسجيل، تمام، لا الجامعة المفاضلة، وهذا فيه المعلومات والتقويم وعدة أشياء وتفاصيل طبعا موجودة بالتركي والإنجليزي بالنسبة للمهتمين. هلا رح نروح آخر الشيء على كيفية التسجيل للامتحان، تمام؟ لما بيفتح موعد المفاضلة بنعمل فيديو عن كيفية التسجيل للمفاضلة. طبعا الامتحان هذا بالنسبة لهي الجامعة فهو مجاني، يعني بإمكان الطالب يدخل عليه مجانا دون ما يدفع ولا ليرة، لأنه عادة امتحانات التومر معروف إنه هي مأجورة، ولكن هي الجامعة عملته مجاني. هلا أول شيء كولانجي أضا بنحط إيميلنا الخاص، بعدين بنحط كلمة سر من عنا، تمام، بعدين بنعطي أضاي قريش، نعطي تحديث للصفحة مرة تانية، يعني صار لي وقت مفاتحة ما عم اشتغل فيه الصفحة. هلا بنعطي الإيميل وبنكتب كلمة السر، بعدين نعطي قريش،
تمام. هلا دخل على التسجيل. هلا وين احنا بنروح؟ بنروح على قضايا صناعة مراجعات، نضغط عليها اوكي. هلا راح يطلب مني معلومات كثير سهله وكثير بسيطه، تمام. هلا هون شو مكتوب؟ سيناو سنشلر. لما بتطلع النتائج هون بنلاقيها، تمام. بعدين هون سيناو مراجعات بيانجس، هي وثيقه الدخول للامتحان، تمام. يير لشترما سنشلر سنشلر، هي هون بعد ما نسجل بيجا بالمفاضل بنطلع النتيجه منه، تمام. هلا ننتظر لحتى ندخل على التسجيل اللي هو قضاء صناع مراجعات. هلا بعد ما دخلنا لهون رح يطلب مني معلومات كتير بسيطة، اللي هي رقم جواز السفر او بالنسبة للمجنسين، تمام، رقم التاجه او رقم الاقامة. رح احط له انا رقم، تمام. هذا الرقم نحن لازم رقمنا لازم نحفظه وما ننسى، تمام. بعدين بندخل الاسم، لازم الاسم يكون بأحرف كبيرة، تمام. بعدين هون نختار مكان الامتحان، مثلا أذربيجان اخترته، تاريخه ب20/4. بعدين هون نختار لغة الامتحان، يعني الأسئلة بأي لغة بدي اياها، تركي، انجليزي، روسي، عربي، تمام. هلا بعد هيك نعطي كايت، بعدين كايت تشيكتي ألما بلومنا جيب، نضغط عليها، تمام. هلا مشي الحال، تمام، حفظت المعلومات. هلا وين بنروح؟ بنروح لهون، تمام. هلا بنضع الرقم هون اللي هو رقم الجواز السفر، تمام. تظهر تحت معلوماتي الكامله، بضغط على هذا الملف البي دي اف، تمام، شايفين عم يتحمل الورقه. هلا هي الوثيقه بطبعها انا وباخذها معي، لانه هي الوثيقه هي ورقه الدخول للامتحان، تمام. هي وثيقة الدخول للامتحان، اوكي. من خلال هي الوثيقة انا راح ادخل على الامتحان واقدمه، وبالنسبة للنتائج واي شيء بنفس الحساب ندخل عليه، ندخل على الطلب لهون سنوشلر، نضغط كمان هون رقمنا، ماشي. بعدين هون نعطي ارمياب، تظهر هون معلوماتنا، تمام، انه اسمنا، كنيتنا، مركز الامتحان، اي سنة كان، والمعدل والدورما، يعني كود التحقق، تظهر كل معلوماتنا. لهون بيكون انتهى المقطع الفيديو. بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق. كان معكم علي النفحة.